أعلن الجيش المصري أنه قتل 53 مسلحا واعتقل 685 آخرين في سيناء خلال أيام الأسبوع الماضي في إطار العملية العسكرية التي أطلقها مؤخرا. وفي مؤتمر صحفي قال متحدث باسم الجيش إنه تم تدمير 137 هدفا والقضاء على 53 ممن وصفهم بالتكفيريين. وأشار المتحدث إلى القبض على 680 فردا ينتمون إلى عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا وعناصر يشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية بحسب وصفه. وأكد المتحدث على تواصل الجيش مع أهالي سيناء واعتماده على دعمهم كما قال.